بحضراتكم مره ثانيه في كلام هواني وفي مطبخ الهواني. من النهارده معانا شيف ندى الصنباطي منورانا وعامله لنا اكلات جميله. اهلا بيكي. قولي لي عامله لنا ايه يا ندى؟ عامله لكم النهارده صدور فراخ محشيه بالتمر وجوز الهند والزبده، وهنعمل لها تتبيله ايطالي حلوه جدا، عباره عن ملح وفلفل ابيض ومستردة وزيت زيتون وثوم وعسل ورشه من الزعتر. جميل. انا هحطهم هنا كلهم على بعض عشان وقت الحلقه. معانا هنا بقى صدور الفراخ، عايزين نديه الصدر بقى كده كله على بعضه. تمام، مخلي سليم. تمام، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي ان احنا نعمل له فتحه كده. وناخد الزبده مع التمر مع جوز الهند، بنكون ضربينهم في الكبه كويس جدا، يبقوا عاملين كده زي العجينه. زبده وتمر وجوز الهند. واو. دي نقطه مهمه، وبحطها جوه صدور الفراخ معايا. وبجيب التتبيله اللي احنا قلنا عليها، اللي هي عباره عن ملح وفلفل ابيض ومستردة وزيت زيتون وثوم وعسل وزعتر. تمام. وببتدي اتبل بيها الفراخ، صدر الفراخ اللي هو المخلي من بره كده، وبدخلها الفرن على درجه حراره 180. شويه في التتبيله دي؟ لا ولا اي حاجه، هي التتبيله دي اصلا ريحتها، يعني لو تشم ريحتها من الوقت ريحتها حلوه قوي، لما بتدخل الفرن بتدي ريحه فظيعه. بس بتدخل الفرن على درجه حراره 180. بس فكره الزبده مع التمر وجوز الهند دي جديده في الفراخ. جديده، وممكن كمان نحشيها مانجا. دي اصلها ايه؟ مانجا ايطالي. وممكن نحشيها كمان موز ورمان. الافكار، الواحد مل خلاص من المطبخ والاكلات التقليديه. لو ما ظهرناش بحاجه جديده او مختلفه، يعني لازم تكون متميزه. فبالتالي الوصفه دي وصفه جميله جدا. بتقعد قد ايه بقى يا ندى؟ بتقعد حوالي نص ساعه في الفرن، من نص ساعه ممكن تزيد خمس دقائق، مش اكتر من كده. وبس بتدخل الفرن على درجه حراره 180 لف الوسطان. بس تمام. سهله وبسيطه، والست البيت اللي بتشتغل بسرعه واللي بتشتغل وعايزه حاجه سريعه. تمام. بنقدم معاها ايه؟ بنقدم معاها رز، عشان وقت الحلقه عملنا رز بالكركم والكاري والزبيب، عشان يتفق مع الايه، مع الـ مع الـ مع الـ مع الفراخ، مع صدور الفراخ بالتمر. قدام بقى هو ده بقى الشكل النهائي ليه. جميل، حلو قوي. ده شكل الفراخ بعد ما بتدخل الفرن وتخرج تاني، بتبقى بس الحشو بقى مش بيديها طعم شويه ان هي مسكره؟ لا، ما انت مش بتحطي كميه كبيره. شايفه انا حاطه قد ايه؟ على صدر الفرخه كبير، فطبعا انت مش بتحطي اللي هو بانيه، لا ده هي صدر الفرخه مليان، فانت بتحطي حاجه صغيره، وفي نفس الوقت بتغير من الاكل التقليدي، وفعلا طعمها حلو جدا وسهله وسريعه. طيب معانا ايه تاني؟ معانا كمان النهارده بقى الحلو. طبق اقتصادي سهل بسيط حلو جدا، مش محتاج ان احنا نعجن كتير. عارفين ورق الرقاق الطري؟ تمام. بنجيب الورق، انا محضره هنا، بنقطعه كده، يعني يكون متقطع حتت كبيره شويه. تمام. بنقطعه جوه صينيه؟ جوه صينيه، مش مدهونه حاجه. المكونات اللي معايا بقى الفطيرة جوز الهند دي ايه؟ معايا زبده سايحه على النار، بتكون لازم ايه؟ سخنه، وجوز هند وبندق، وممكن تحطي فول سوداني وزبيب ولبن جوز الهند. بس البندق مش كده؟ البندق مجروش ناعم. شايفاه؟ ناعم. ولبن جوز الهند، وانت بتضربيه مع سكر. تمام. بتحطي اول حاجه الزبده على الايه؟ على الرقاق. على الرقاق. الصينيه دي بتكون مقاس 30، بتاخد معاكي حوالي من 4 لـ5 رقاق. تمام. من 4 لـ5 وحدات يعني؟ وبنبتدي نحط جوز الهند. بنحطه كله على بعضه ولا ده في النص؟ لا، كله على بعضه. انت حطيتي الرقاق الاول على الصينيه، حطيتي الزبده، تمام، حطيتي جوز الهند، حطيتي الزبيب، يعني شبه ابو علي شويه. لا، ام علي يعني لازم يكون ملفي، يعني
المعالي يعني ايه الناس ممكن تقول لك عيش فينو او كذا، لا يعني دي كاننا بنبعد شويه عن ان احنا بنعجن او حاجه، وفي نفس الوقت هنشوف شكل الفطيره طالعه معانا عامله ازاي. اه سيبنا شكل فطيره متماسك يعني متماسك. هنحط الزبيب، حطينا الزبيب وهنحط بقى البندق. تمام تمام. سهله جدا وسريعه وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، وبتدخل الفرن على درجه حراره 200 من 200 ل 220. بتقعد قد ايه بقى؟ بتقعد حوالي نص ساعه بالظبط. وبعد ما بتخرج بنسقيها بسيرب. عباره عن ايه السيرب؟ عباره عن كوبايه من الميه، نص كوبايه من السكر، معلقه كبيره من عسل الجلوكوز. وبياخدوا غلوتين على النار. تمام. ما بتاخدش وقت، ده شكلها بعد ما خالص وسريعه. وتعالي نشوف هي متماسكه ازاي في الاخر. بقت فطيره كانها فطيره. شايفه شكلها، شايفه من تحت عامله ازاي، متماسكه ازاي، وسواها كمان مستويه كلها، وفي نفس الوقت حلوه جدا وسريعه جدا جدا. تمام. حطينا الحاجات كلها على بعضها ودخلناها الفرن. عشان وقت الحلقه هي بجد فكرتها يعني. اه حطينا الحاجه المكونات كلها جدا جدا. هنا برضو بقى هنعمل هنعمل سلطه التونه. اول حاجه كده هيكون معانا بطاطس مهروسه. تمام. بطاطس مهروسه ما فيش فيها ملح ولا اي حاجه. احنا ممكن ندخل الصينيه بتاعتنا بدل ما تبقى موجوده. تمام تمام. بطاطس مهروسه. هنا معايا بقى فلفل الوان، فلفل اخضر وفلفل اصفر، ومعايا ذره حلوه، ومعايا التونه. هنا بقى الدريسنج عباره عن ايه؟ توم مهروس ناعم، بشر ليمون، وعصير ليمون. تمام. هنزل بقى بالتونه وبرده زيت زيتون. خلاص. التونه مع الفلفل الالوان، التونه مع الفلفل الالوان مع الذره الحلوه. هنا بقى الدريسنج هعمل ايه؟ طبعا هنا مفيش عليها اي ايه؟ ملح ولا اي حاجه. هنا الدريسنج فيه ملح وفلفل ابيض. تمام. هاخد جزء على البطاطس المهروسه، البطاطس المهروسه، وجزء هقلبه مع سلطه التونه. وهي بتتقدم معاها يعني ولا هي بتتقدم معاها؟ ما هو انا عشان كده حطيتها في طبق التقديم. وهنبتدي نحطها، وطعمها حلو جدا جدا. حلوه فكره التقديم برضو مع يعني بشكل جديد، وده ينفع طبق برضو ممكن يكون وجبه للناس اللي بتعمل نظام او حاجه نظام صحي. بجد ومشبعه. فيها كل العناصر يعني، الخضار والبروتين والنشويات. جميل جدا، شكلها حلو قوي. بس كده النهارده. وعملنا كمان سناك كده سريع برضو جاهز معانا. ده ايه بقى؟ عباره عن ايه ده؟ عباره عن عيش فينو متقطع شرايح كده زي ما انت شايفه، وبنحط عليه ملح وفلفل ابيض وبودر الثوم ورشه من الزعتر. وبيدخل الفرن 10 دقائق وزيت زيتون. او ممكن تحطي زبده. تمام. ومفيش 10 دقائق وبتكون متحمس معاكي وكده، وشكله حلو وطعمه في منتهى الجمال. حلو جدا، شكله حلو كمان في التقديم لو احنا عندنا سفره او حاجه وحابين نحطه معاها. والنهارده حلقتنا كده سهله وسريعه وخفيفه جدا ومختلفه. شكرا يا ماده، تسلم ايدك على الاكلات الحلوه. قولي لي بقى، انت اول مره معانا، فانت اصلا بتعملي مشروع ليكي ولا لا انا في الاول انا كان حلمي ان انا اكون شيف، وحلمي يكون عندي برنامج اللي هو يعني يكون عندي برنامج خاص بيا على التلفزيون. يعني ابتديت من الاول، عملت قناه على اليوتيوب. عملت قناه باسم ايه؟ مفيش حاجه هتوقفنا مع الشيف ندى. ليه بقى عملتها كده؟ عشان ادي لنفسي امل، وادي نفس لكل الناس اللي بتتفرج وبتتابع ان تخليش حاجه توقفك، ولو عندك حلم اسعي عليه وحاولي تطوريه وحاولي ان انت تنجحي. برافو.
دخل عملت القناه دي والحمد لله ابتديت يعني دي تاني مره اطلع على التلفزيون والحمد لله الحمد لله ابتديت احقق حلمي وبرده ما كنتش اعرف مع الاصرار والاراده نقدر نعمل كل حاجه ما كنتش اعرف والاجتهاد كمان يعني مجهودنا لازم يبقى باين وبرده انا برده وصلت لان حاولت اني اختلف وحاولت اتوسع في المطبخ الايطالي المطبخ الايطالي مميز جدا وحلو فالحمد لله الحمد لله ان انا وصلت للمرحله دي بس طبعا ما كنتش هقدر اوصلها برده سامي جوزي دعمني جامد الحمد لله واقف في ظهري برده لله ما كنتش قدرت اوصل ان انا اكيد طبعا الدعم ده حاجه مهمه جدا ولما بيكون من الزوج بتبقى حاجه مختلفه الحمد لله احنا بنوجه له الشكر برده ونوجه لك الشكر النهارده يا ندى وانت نموذج للناس اللي بتتفرج علينا واللي نفسها يبقى عندها مشروعها الخاص انها تقدر بالعزم والاراده والمجهود ربنا يكرمها ان شاء الله الله يخليك شكرا ليك يا ندى نورتيني مشاهدينا يا رب تكون حلقتنا عجبتكم وفقراتنا كلها واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده من كلام هواني